السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزايكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة، إزاي تعرف عمر الحمام، إزاي تعرف عمر الحمام خاصة وهو زغليل، وإزاي تعرف الحمام ده هيبيض إمتى. في ناس سألوني كتير على الموضوع ده. طبعا احنا بنتكلم الكلام ده للمبتدئين، الناس اللي عارفة طبعا هي عارفة، الناس الخبرة هم عارفين اكتر مني. قبل ما نبدأ الموضوع النهاردة، بطلب منك تعمل لايك وتشترك في القناة من العلامة الحمراء اللي تحت الفيديو، وتفعل زر الجرس اللي هيظهر، واختار الكل علشان يوصلك كل اشعاراتنا وكل فيديوهاتنا اللي جاية ان شاء الله. طيب نبدأ نخش في الموضوع علشان نعد موضوع ريش الحمام، ازاي تعرف تعد الريش علشان تعرف الحمام ده هيبيض امتى، وتمسك الزغلول تعرف عمره قد ايه ولسه باقي عليه قد ايه على بال ما يبيض. معانا المجموعة الزغاليل دي، هم نقول 6 زغاليل من اعمار مختلفة، فيهم لسه اللي بيصاصي، فيهم لسه اللي هو فيهم اللي هو بقى كاتم، الكاتم يعني دخل مرحلة الشباب ما عادش بيصاصي. هنشوف ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده، وازاي تعرف ان الحمام هيبيض. تعال نخش على الموضوع. معانا اول زغلول، هو زغلول كاتم، بسم الله ما شاء الله، ده نوع زاجل يا جماعة. هنشوف اول نمسك الجناح ازاي ونعد الريش ازاي. طبعا حضرتك بتمسك الرجلين كده ومع الديل، ونفرد الجناح بالشكل ده. هنشوف هو الطبيعي اول ما الزغلول بيكتمل الريش وهو لسه بعد الفطام، بتلاقي الريش لحد هنا كده 10 رشات، 10 رشات اتجاههم لبره كده للخارج، و10 رشات اتجاههم لجوه. لو بصينا هتلاقي الفرق اهو، واضح اهو، هتلاقي فيه ريشة هنا صغيرة. الريشة دي اللي الزغلول يقول لك رامي ريشة، الزغلول ده رامي ريشة يعني موقع ريشة. نبص كده تاني نعد اللي بره، المفروض يا جماعة ان هما كام؟ 10 رشات. نعد اللي هما بعد الريشة الصغيرة دي، الريشة الصغيرة دي اللي هو رماهات، نعد كده 2 3 4 5 6 7 8، يبقى ده عليه 8، يتقال عليه 8 وموقع ريشتين، يعني يقول لك فاكك ريشتين. انا بكلمك باللغة اللي مش عارفين يعني ايه فاكك، يبقى يعني موقع ريشتين، بيبدل الريش ده يا جماعة، ال10 رشات دول يتبدلهم، يفضل يبدل دي بالترتيب كده، يجيب من جوه كده الريش يقع من جوه من هنا من اول ريشة. طبعا دي اتبدل واحدة قبلها، ده موقع ريشتين، اتبدل اول ريشة من الداخل كده، وبعد كده بالترتيب دي تقع، بعد كده اللي بعدها تقع، بعد كده دي تقع، بعد كده دي، وهكذا لحد اخر ريشة ما تقع، اللي هي اخر ريشة اللي بيسموها الصمة. الريشة دي ممكن الزغلول يشتغل وهو عليه ريش لسه ما وقعش، ممكن يعني فرد الحمام ممكن يشتغل وهو لسه عليه ريشتين وتلاتة واحيانا 4، لكن الافضل ان انت تسيب الزغلول او الفرد الحمام لحد ما يكتمل ريشه علشان يكون كامل النمو. وهقول لك على عيوبها ايه الحكاية دي. شفناها الريشة الصغيرة دي اللي احنا بنعد من عندها دي اهو، دي الريشة الصغيرة، مالكش دعوة باللي باصين لجوه، دول باصين ناحية فرد الحمام، احنا بنعد اللي هو باصص للخارج، اللي جوه دول بقوا 10 بقوا 12 بقوا 11، مالكش دعوة بيهم، تمام. طيب هنشوف زغلول تاني ونشوف عليه ازاي بنعمل ايه. معانا الزغلول التاني ده، زغلول زاجي الازازي، لكن هنقول معلومة كده يا جماعة، اول ريشة في الزغاليل بتوقعها اللي هي الريشة في عمر شهر ونص، اول ريشة من ال10 ريشات بتتبدل في عمر شهر ونص. الريشة يا جماعة بالنسبة للزغاليل زي الاسنان اللبنية بالنسبة للاطفال، وقت ما غير الاسنان اللبنية يبقى وصل لسن البلوغ بالظبط كده في الحمام. الريش اللي هو الخارجي اللي بيعده ده زي الاسنان اللبنيه بالظبط، يبقى كده وصل لسن البلوغ لما يوقع
العشر ريشات دول ويبدلهم، هي دي الفكرة. طيب هنشوف عمر الفرد ده، زي ما قلنا بيبدأ في التبديل من عمر شهر ونص، هتعرف وكل 15 يوم تقريبا بيبدل ريشة. ده بالنسبة للحمام اللي صحته سليمة، اللي انت بتأكله بأكل مظبوط وبتغذيه التغذية الصحيحة، بيكون بيبدل اول ريشة بعد شهر ونص، وكل 15 يوم بيبدل ريشة. يعني لو حسبتها هتلاقي من وقت الفأس لساعة ما يبدأ يتزاوج ويبيض ويطلع زغليل يكون 6 شهور ان شاء الله بالتمام. لكن بتختلف طبعا زي ما قلت لحضرتك على حسب التغذية والاهتمام. طيب ده الفرد ده هنقول عمره قد ايه من عد الريش. هنشوف كده، نفرد الريش اهو زي ما قلنا العشر ريشات الخارجيين، لو عدناهم كده مع بعض 2 4 6 8 9 نوصل للتسعة، ونفتح كده هنلاقي الريشة العشرة اهو، الريشة العشرة اللي هو بدلها اول ريشة يبدلها. يبقى اول ريشة دي بتتبدل كده من عمر شهر ونص، بعد 15 يوم يبدل يوقع الريشة التانية دي، يقول لك فك الريشة التانية، 15 يوم يبدل التانية، 15 يوم يبدل بعدها، وهكذا وهكذا كل 15 يوم لحد ما تلاقي بدلهم كلهم، يبقى عمره 6 شهور. يبقى عرفنا اللي بدل ريشة عمره كام؟ شهر ونص. لما يبدل التانية اللي بعدها هيبقى عمره 2 شهر. بدل اللي بعدها تلاقي الريشة دي مش موجودة وريشة قصيرة، يبقى 2.5 شهر، وهكذا كل 15 يوم يبدل ريشة. نجيب واحد كمان علشان نأكد على المعلومة. ده فرد كمان هنشوف برضو نقول عمره قد ايه وفاكك كام ريشة. هنعد برضو زي ما قلنا الريش الخارجي، هنعد الريش الخارجي، شوف كده مع بعض، نبدأ من برة لجوه 2 4 6 8 8. لو شفنا الريشة اللي بعد التامنة، الريشة الصغيرة اهو، الريشة الصغيرة اللي هو مبدلها دي، يبقى دول 4 6 8، يعني فك ريشتين. يعني معناها ايه؟ قلنا اول ريشة من شهر ونص، بعد 15 يوم يبقى ريشة، يبقى ده عمره 2 شهر. كده عرفنا عمر فرد الحمام اللي معانا قد ايه، وكده نقدر نربي من غير ما حد يضحك علينا، ونقدر نشتري ونعرف هيبيض الحمام امتى بالشكل ده، وتعرف الزغلول من الحمام الكبير. هنشوف كمان نوريكم حاجة، عينا مثال زي ما قلنا يا جماعة، يعني زغلول كاتم، يعني زغلول مش بيصاصي. طيب يعني الحمام كده هيشتغل امتى؟ الحمام هيشتغل لما يفك العشر ريشات او يغير العشر ريشات، هيكون جاهز للشغل، يكون عمره حوالي 6 شهور زي ما قلنا. يعني لو قلنا في حمام بيشتغل قبل كده وهو لسه عليه ريش، ايوه فيه زي ما قلنا، لكن له مشاكل تانية، اللي هو ممكن وهو رائد على البيض يسيب البيض يبرد ويقوم يسيب البيض، النتاء ممكن يكون بيضها صغير وممكن ما ترقدش على البيض زي ما قلنا، ولو طلعت زغليل ممكن ما تأكلهمش كويس او تدوس عليهم تموتهم. اما الذكر ممكن يطلع بيضة فارغة وبيضة ملانة وبيضة مخصبة، وممكن يطلع بيضه كله فارغ، ده لان لسه الريش ما اكتملش ولسه الحمام ما عندوش خبرة. يبقى الافضل ما تشغلش الحمام الا بعد ما يكتمل الريش، لكن هو ممكن يشتغل ولسه عليه ريشة او 2 او 3 واحيانا 4. بنأكد على المعلومة، يعني ايه زغلول كاتم؟ يعني الزغلول اللي ما عادش بيصاصي، لما تمسك الزغلول كده تلاقيه بيزوم زي الحمام الكبير، ده بيبقى دخل في مرحلة الشباب وبتسمى زغلول كاتم، اللي هو بقى بدأ يرمي ريش اول ريشة او 2. طيب تعالى نشوف الجدول ده اللي انا عملته. هنا رقم 1 2 3 4 زي ما قلنا لغاية 10، ده عدد الريشة يا جماعة. لو قلنا من هنا عدد الريش، رمى ريشة، رمى 2 3 4، رمى في عمر قد ايه؟ اهو واحدة رمى ريشة من عمر شهر ونص، رمى 2 من عمر 2، 3 من عمر 2.5، 4 من عمر 3 شهور، 5 3.5، 3 شهور ونص، 6 4 شهور، 7
4 شهور ونص كده تعرف عمر الزغاليل. رمى 8، 5 شهور، رمى 9، 5 شهور ونص، رمى 10، 6 شهور كده اللي هو جاهز للشغل، اللي هو بعمر ال6 شهور اللي بدل ال10 ريشات. فيه طريقة تانية يا جماعة، في واحد يقول لك عليه كام ريشة، وفي حد يقول لك رامي كام ريشة. يعني في البداية خالص لما يكون رامي ريشتين او ريشة يقول لك ايه، زي مثلا اللي هو ده رمى ريشة يقول لك ده رامي ريشة، رمى ريشتين يقول لك رامي ريشتين، او 3 يبقى رامي ريشتين اللي هو يعني غير ريشتين. ممكن اللي هو 3 مثلا زي كده يقول لك عليه 7، يعني ده من ال10 يبقى لسه باقي عليه 7 اللي هو ده. تطرحهم كده من ال10، التلاتة من ال10 يبقى لسه عليه 7 بالشكل ده. رمى 2 يبقى لسه عليه 8، رمى 1 يبقى لسه عليه 9، رمى 4 يبقى لسه عليه 6، رمى 5 يبقى لسه عليه 5، رمى 6، وهكذا. أرجو إنك كده تكون استفدت من موضوع الفيديو، وكون عرفت أوصل المعلومة بشكل صحيح. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.